يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تبلغ من العمر 80 سنة، امرأة تبلغ من العمر 80 سنة، 80 سنة، نعم، وتوفي زوجها عنها، وهي امرأة هرمة لا تدرك شيئا، فهل تلزمها العدة والإحداد؟ بلا شك، لأن زوجه متوفى عنه، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا عهد ما استثنى شيء، كل الزوجات يتربصن إلا غير المدخول بها، يتوفي قبل أن يدخل بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، اللي توفي لا حتى اللي توفي قبل الدخول بها تعتد وترث، إنما التي لا تعتد المطلقة، إذا طلقها قبل الدخول. إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذه فرقة الطلاق قبل الدخول. أما الوفاة فتلزم بها العدة، كل زوجة مدخول بها وغير مدخول بها، كبيرة أو غير كبيرة. نعم.